بس الالماني هوبا لقوا بالي تضطروني اديكم العالي هيتحط في فيديو كلامنا هيتحط في فيديو كلامنا دي بقولك ولا النهارده انا صاحي نشيط قوي النهارده الجمعه بالمناسبه جمعه مباركه عليكم يا رب لو الفيديو ده نزل بدري يبقى انا من يومين نزلت فيديو برده كنت بصلي فيه الجمعه فما تستغربوش الفيديو ده يعني مش يعني الجمعه عندنا ما بتجيش كل 3 ايام انا بس صورت متاخر ونزلت الفيديو اللي قبل كده متاخر صحيت قاعد بعمل اديت اتخنقت من الاديت قلت اشتغل الو دي grüne Tasche. كوكو اختها كانوا بيعملوا شوبينج دلوقتي عشان الاخر ما عندناش حاجه في البيت. كوكو تقريبا خلصت كل الاكل في البيت والشرب واللبن وكل حاجه. ايوه عسل. اوكي شغل شغل قبل ما ابدا يومي اصلا لازم اخلص الشغل ده كله. اوكي جات لي مكالمه مهمه من الشغل تقريبا ساعه ونص بنتكلم للاسف اتأخرت على الصلاة لازم اطير حالا الحق الصلاة بسرعة الخطبة اوريدي بدأت انا بتضايق الحمد لله كالعادة لحقت الصلاة الحمد لله في نص الخطبة تقريبا والمرة جبت اكل في البيت علشان كوكو مشيت مع اختها مفيش اكل انا ما عنديش مزاج اطبخ ولا انزل اشتري اي حاجة اطبخها والاكل بتاع الجامعة حلو بصراحة مدام حلال العب يابا العب شوية رز خلطة مغربي كده اديني في العتاقي على شوية لحمة مشويين انا بقى هاكل وبعد كده نفوق للكاميرا تاني ممكن سيبيني اشتغل شكرا عامه على العموم يعني انا دايما يعني في كذا يوتيوبر كده ايه بقى يعني بقعد اتفرج عليهم بحب اتفرج على كذا يوتيوبر بيعمل فلوجز بيتكلم عن حاجه فيها موتيفيشن والكلام ده والحاجات دي يعني الواحد سمع منها اصلا كتير وشاف كتير بس ليه ما زلت بتفرج عليها لان احيانا كده بتلاقي يوتيوبر ولا فلوجر ولا واحد بيقول موتيفيشن او بيعمل توك او برنامج تعليمي او حاجه مضحكه وتلاقي جمله كده ايه فاهم انت ايه تحمسك كده تبقى موتيفيشن ليك كده اللي هو اه تصدق والله انت عندك حق انا ليه مش يعني مش بعمل كده ومش عارف ايه فده اللي بيحصل يعني مش معناه ان انت كل فيديو اتفرج عليه هتطلع بحاجه مفيده او حاجه تشجعك يعني واحد من اللي انا بتابعهم الراجل ده اسمه بيتر ماكانن بيعمل كده ايه يعني بيعمل ريفيوز على فيديوهات جميله على فلوجز بيعلمك الفيلم ميكنج والتصوير والحاجات دي ولكن معظم الستايل بتاعه ان هو بيصور يعني اي حاجه هو بتيجي في دماغه بيصورها في فيديو اتفرجت له عليه النهارده ولكن في جمله يعني جميله جدا بتتكلم عن الواحد يكون كونسيستنت وهو بينزل الفيديوز ان انت يعني تبقى مستمر الاستمراريه بيقولها بمثال يعني ان انت لو بتتفرج على مسلسل وبينزله مثلا حلقه كل اسبوع ومره واحده نزله حلقه الاسبوع ده بعد اسبوعين حلقه بعد اربع اسابيع حلقه كمان كل شهر شهرين حلقه فانت طبيعتك بالمسلسل والابطال والممثلين اللي فيه علاقتك بيهم هتبدا تقل هتحس ان انت خلاص ما بقتش متحمس تعرف ايه اللي حصل ايه الجديد في المسلسل حاجه زي كده فده سبب من الاسباب ان الواحد يكون مستمر او يكون كونسيستنت في اللي هو بيعمله سبب اصلا من النجاح ان انت يعني الشخص خلاص بتعلق فيه فهو بيقول بنفسه هو خلاص ما بقاش يعني بيهتم قوي ان كل فيديو يعمله يبقى في قصه يبقى في حاجه تلهم الواحد اهم حاجه انه يبقى كونسيستنت ويقدر يعمل فيديو باحسن صوره ما يمكن ولو طلع وحش يفكر في اللي بعده واللي بعده وكل كام فيديو هيعمله هيبقى في فيديو منهم حلو مثلا او في حاجه مفيده وده اللي بيخلي الواحد ان هو مستمر لما جيت افكر انا في الموضوع ده لقيت ان هو اصلا ممكن ينطبق على كل حاجه يعني ينطبق حتى على الدراسه يعني انت لو عايز تنجح لازم تبقى كونسيستنت في المذاكره لازم تبقى مستمر تذاكر كل يوم انت لو ذاكرت النهارده 3 ايام وقلت انا كده تمام قوي وهذاكر بعد بكره وبعد بكره ده يعدي عليك وعدى اسبوع ما ذاكرتش هتلاقي نفسك علاقتك بالمذاكره بتبقى تبعد واحده واحده لحد ما تزنق في الامتحانات طبعا وهتلاقي فهمك للحاجه بدا يقل مع الوقت نفس الكلام في البيزنس لو انت بتعمل حاجه وما بقتش كونسيستنت ومستمر فيها هتلاقي الحاجه دي واحده واحده بدا تروح الشغف بتاعك بدا يروح فيها فانا معتقد ان الاستمراريه او الواحد يكون كونسيستنت دي مش يعني حاجه من اهم الحاجات ان الواحد يقدر ينجح في اي حاجه وعايز يعملها لا ده هي رقم واحد ده هي التوب عايز شغفك ما يروحش استمراريه عايز تنجح في الامتحانات في الجامعه في الدراسه في اي حاجه في الكورس استمراريه عايز تنجح على اليوتيوب فيديوز كده وقعت البتاع
باستمرار، لازم تنزل فيديوز باستمرار، ما توقفش نهائي. سواء بتنزل كل يومين، كل ثلاثة، كل أربعة، مش هتفرق، اهم حاجه تبقى مستمر والناس عارفه ان انت موجود باستمرار. هل مشترط الواحد ينزل مواعيد؟ لا، انا ما بحبش اقول مواعيد للفيديوهات، وانا نفسي انزل كل يوم، ولكن انا التفكير عندي كل يوم هو هل هنزل ايه الاسبوع ده، طب هصور ايه، هل هتبقى مفيده ولا لا، هتبقى ممتعه ولا لا. الحاجات دي بصراحه من اكتر الحاجات اللي بتخليني افكر. ولكن الجمله اللي هو قالها دي هي مش جديده عليا، يعني هي فعلا مش جديده عليا، ولكن اول مره تلمسني بجد بجد. مهاب يا عيني بقاله ساعتين عمال يكلمني انا جعان يلا ناكل، وعمال يغسل العربيه، فصايب عليا فقلنا ننزل ناكل انا وهو مع بعض، فهنشوف لسه هناكل ايه. ولكن في كذا محل مفضل، مشاهد معظم المشاهد اللي جايه هتبقى قريبه كده. للاسف ان انا لبست تيشرت من غير ما اخد بالي عليه، هعمل بلور عليه دلوقتي، عليه يعتبر البراند او الماركه او اللوجو بتاعي يعني، فمش عايزه يطلع دلوقتي، علشان كده هنفضل قريبين من بعض. ادي مهاب اهو، قررنا ناكل فين بقى، في المكان المفضل اللي هو بتاع الدايت. ايوه هو ده المكان المفضل لمهاب. من النهارده هنبتدي دايت. يلا دايت. اخبار البيبي ايه يا حاج؟ البيبي نتفت ايه؟ ايه ده؟ واخده غسله ايه؟ مش ضغط تتركب. يلعب يابا. جبت لك كاوتشات. توطيها بقى ونغير راس الشكمان دي. حلو يا حلو قوي بصراحه. حلو. انا بس بحاول انا بصور انا ما اجيبش التيشيرت. ده السر ده. ده السر. ايوه. هناكل ايه يا مهاب؟ انا عايز سلطه. قررنا نغير الاكل عشان مهاب ما بيحبش، عايز كنتاكي، بيقول لي مليان دهون، هروح مكان ما فيهوش دهون. بيتزا هات. في عجين بس. يا جماعه عايز اقول لكم اللي صاحب مهاب بجد ينسى حاجه اسمها دايت ويخس ويعمل بادي والكلام ده. لا. بحكي لنا كده ايه الخطوة اللي جاية للعربية؟ الخطوة الجاية هننزل بورق الحائط. هتنزل على الأرض، الإكسدام يتركب، ونعدي الأم الشكمان المقرف اللي شكله مقرف. ما ينفعش تطلب البيتزا الواحدة، لازم اتنين. معشادة. ايه العاب 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 ايه ده في ايه؟ ايه ده؟ خش في ايه؟ لسه خاسلك يا بنت الكلب، يا بنت الكلب لسه خاسلك. يا معلش يا لهوي معلش 15 يورو. طب ايه، نخش نقعد جوه تاني؟ والله لا. يح خلصنا كيف سي، خرجنا لقينا مطره، مطره بتمطر عندنا بقى لها فتره جامد جدا. ايه